والله ما راح نخليو حاجه تفوت المره دي. نلمو 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 ونزيد نتلاقاو في كونفيرونس دو بريس واحده اخرى. هانا بدينا اليوم زورو لي قالني هبط 20 واحد من الطياره، كوني سيتي لي واحد برك هبطوا من الطياره حطيتهم الكوميتي اولمبي ماشي 20. يا اخي انا سمعت البارح عندكم وراي عندي مسجله باللي كان واحد هبط. ها هي الحقيقه، ما عندك حتى دخل شري. واش دخلك شري في ليكيبمون؟ فاهم صلاحيات اللجنه الاولمبيه؟ واش دخلك ترونسبور؟ راجلي ما راجلي رفضوا وفهم ماذا بيا. كل ما رفضوش باش ما نحصلوش حنا ولينا نخدموا ليل ونهار ولينا باش نريقوا البروبليم تاع الطياره. لكن حنا رجلينا البروبليم تاع الطياره على بالكم علاش؟ باسكو لا كونفونسيون معموله مع راجيري مع الكوميتي اولمبيك. راجيري قال لك نهضروا غير معاكم وخلصناهم. والله بعث لهم الشاك في الطريق وبعثوا لمسيو بوشوشي. مسيو بوشوشي كان تشوف فيا قول لهم الحقيقه، كل القوائم تاع الرياضيين اللي طلعوا في الطياره يجيونا من وزاره الشباب والرياضه. ها هي القائمه، ها هو لونتيت تاع وزاره الشباب والرياضه. يا سي محمد شكون العشرين؟ قلنا شكون؟ وعلاش تتهموا في الناس ويخزر في الكوميتي اولمبيك؟ الكوميتي اولمبيك ما عرضنا حتى واحد، ما راح حتى واحد.